ليكيب السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كاع نعرفوا هذه الروضه هذه اللي الدور هي واسمها لندن اي ولا عين لندن، ماشي غير حنا اللي نسموه بعين كيما عين بنيان عين اميناس عين الصفراء والجماعه، ما عندهم عين لندن هنا. اليوم في هذا الفيديو حيكون فيديو خفيف، روحوا ندخلوا لداخل نشوفوها كيفاش دايره وشنو هما لي زوندروا اللي تشوفهم بالفوق. كيما هنا غاشي كبير لهنايا يستناو، اللي تلقاهم يستناو هنايا، بصح انتم ماشي مشكل هنا خاص كي تشري البي ديالك بالوقت. كيما انا البي ديالي 6 ونص هي 6 و4 تبريزونتي ا لافونس، تبريزونتي لاجون البي ديالك ومن بعد يجوزك. سي بون ليكيب راكم واجدين. كاش خاطر مشغل حبابات لداخل كيما دوك رانا نطلعو، كاين هنا كراسي راهم يتريحو. هاي ليك تحويسه هنايا فيها مده 30 دقيقه وتبدا تطلع بلا عقل بالعقل باش هكا تبروفيتي وتشوفوا لي زوندر واقع اللي مقابلينا. كيما دوكا رانا لحقنا للقمه، رانا الفوق كامل هكا تشوفوا بيغ بان من الفوق. ها اللي كاش خادم ولا البرلمان الانجليزي. هاي ليك ليكيب هذا وين خرجنا، على كل حال 30 مينوت جاست تريح وما نكذبش عليكم، على كل حال على حسب التجربه ديالي، بان كاين اللي تعجبو كاين اللي ما تعجبوش. انا دوك كنت لداخل ماشي حاجه فريم واو زعما هذيك اللي تتخلع ولا ديجا لا تور دو لوندر ما تبالكمش بالفوق، وثاني تشوف غير الطريق تاع الطوموبيل هذيك مقابل البيك بان وتشوف البيك بان ثاني هذا ما كان تما شغل ماشي حاجه اللي قالك تشوف انظر واش باب ولا يعني هذا هو رايي. شوف ما لقيتهاش كيما كنت نسناها، انا كنت نسنى حاجه كبيره وحاجه زعما تشوف بزاف عفايس فينا مو ما كاش، تشوف غير البيك بان وطريق هذا ما كان وكل واحد دو رايو ثاني. مي سونسال واحد دار هذا ما كان نحى شويه هذيك تاع لندن اي لندن اي، انا دخلنا شفناها وسيبو. انا كل حال ما نكذبش عليكم على بالي بلي ما نزيدش نديرها، ما نعاود نولي ان شاء الله الا كتب الله تعالى مش راح نعاود نديرها خاطر ماشي حاجه كبيره. ما نكذبش عليكم انا مع الاول كي شفتها حسبت لي كيما في المانيج ديالنا، تما ترياح تروح تلعب الدور 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 بيك وكي تخلص الرحله ديالك تعاود تحبطها.
كانت هذه فيديو تاع اليوم، فيديو خفيفه هضرنا فيها على لندن اي ولاعين لندن، شفنا كيفاش دايره الداخل ولي زوندروا اللي تقدروا تشوفوها من الفوق. والفيديو الجاي ان شاء الله وربي يوفق الجميع. السلام عليكم.